أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن القصف الإسرائيلي الذي تسبب بخروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة لساعات. وأجدد الترحيب بضيوفي الدكتور مضر الدبس، باحث وكاتب سياسي من الدوحة، وأيضا العقيد أحمد الحمادي، محلل عسكري واستراتيجي من إسطنبول. دكتور مضر، يعني الخصوصية لهذا التوقيت، خاصة وأن نتنياهو لم يمضي 48 ساعة على توليه منصبه في رئاسة الوزراء، برأيك هل كان هناك رسالة سياسية ما يريد توجيهها نتنياهو فور استلامه المنصب بأن الاستهداف والضربات الإسرائيلية سوف تستمر؟ ربما قد يكون نتنياهو قد بادر الى القول للجميع بان ما كان يحدث سابقا سيستمر في ظل هذه الحكومه المتطرفه. وعلينا الا ننسى ان حتى الاسرائيليين الاقل تطرف ان ينظرون الى هذه الحكومه بانها بالفعل حكومه دينيه اكثر من اللازم، وانها يعني انا لا اميل الى استخدام عباره اليمين لانها تحيل على شكل طبيعي من العلاقات السياسيه، في حين كما قلت لك ان هذه الدول حقيقه هي دول المتطرفين بطبيعه الحال، فيمكن الكلام عن المتطرفين وعن اكثر تطرفا على المستوى السياسي طبعا وليس على المستوى المديني. ولكن دعني ايضا يعني الجا الى مسالتين في غايه الاهميه هنا يعني في سياق حديثنا. هي المساله الاولى التي دائما هي محور او عنوان انتخابي في اسرائيل، وهي ايضا محط اهتمام السياسيين السوريين بطبيعه الحال والسياسي المنطقه التي تهم الامن القومي الاسرائيلي. بتقديري انا شخصيا قد حان الوقت لتقديم مقاربه مختلفه لفهمنا لمساله الامن القومي الاسرائيلي. الحقيقة أنا لا أجد أن إسرائيل تخاف من أي نوع من أنواع السلاح الذي يمكن أن يتواجد، حتى السلاح الكيماوي بطبيعة الحال عندما كان موجود عند النظام لم يكن يعني مصدر خوف أو قلق بالنسبة لإسرائيل. وأنا بتصوري أن إسرائيل لا تخشى إيران بالمعنى العسكري، ولا تخشى أي مواجهة مستقبلية مع إيران، ولا تنظر إلى إيران بأنها تهدد فعلا أمنها القومي، كما لا تنظر إلى أي دولة من دول الإقليم بطبيعة الحال. إيران مرتاحة من ناحية الأمن القومي إلا من مسألة واحدة فقط، من مسألة المشروع الديمقراطي الذي يمكن أن يحصل في دول المنطقة. أنا بتقديري أن أكثر ما يهدد دولة قائمة على الأبرتايد والتمييز العنصري هو أن تصبح هذه المنطقة ديمقراطية فتهب منها رياح الديمقراطية إلى إسرائيل، مما يقوض المنهجية الدينية والمنهجية العنصرية التي تقوم عليها أسس هذه الدولة كما يحدث في إيران. لذلك فإن المصلحة الإيرانية والمصلحة الإسرائيلية تلتقي، ومصلحة أي دولة بطبيعة الحال ترى أن الديمقراطية ستهدد نظامها سواء كان عصبوي أو كان ديني أو كان يقوم على أيديولوجيا قد عفى عليها الزمان أو شكل من أشكال المقدس أو شكل من أشكال إذن لماذا يعني دكتور مضر، إذن لماذا هذا الاستهداف للصواريخ أو تقنيات الصواريخ النوعية كما تصفها إسرائيل التي تصل من إيران لسوريا؟ أنا بتقديري هو رسالة للداخل الإسرائيلي بأن إسرائيل فعلا قادرة دائما على استخدام هذا الموضوع كملف انتخابي، وقادرة على إثارة هذا البعبع بالوقت الذي تريد. هذا المسألة أولا. المسألة الأخرى، أنا بتقديري إسرائيل حريصة على أن تكون وحيدة التي قادرة على رسم خريطة القوى إن شئت في المحيط الإقليمي، فهي توصل رسائل أنها موجودة دائما. من ثم أيضا قد يساعد هذا بشكل أو بآخر أيضا يعني الإدارة من الخلف في الملف السوري. يعني إسرائيل تعرف تماما أن النظام يستفيد من تسويقه لنفسه بأنه محور الممانعة، يستفيد منه تماما. وإذا كانت إسرائيل من مصلحتها أن تدعم النظام السوري فهي تعرف متى تقصف لكي تدعمه سياسيا، ومتى تخفف هذا القصف، ومتى تصعد، وبالتالي هي تتقن إدارة اللعبة من الخلف. يعني دائما الآن بالمناسبة هناك أيضا مصطلح في غاية الأهمية علينا أن نقرأه من بنوع مختلف. يعني إذا يقول النظام اليوم السوري، يعني أنا أرى الطريقة التي يتناول فيها هذا الخبر بأنه والله خرق للسيادة السورية. الآن المفهوم الأكثر معاصرة لهذا المسألة سيدي أن السيادة السورية عمليا خرقت منذ عام 1970، منذ تغول
عصابة همجية على مشروع السوريين بابتكار وطن عصري وديمقراطي، ومنذ تعذيب أول سوري في نعم السجون واعتقال أول سجين رأي، بالتالي من انتهك السيادة هو النظام. ليس لدى سوريا الآن سيادة لكي نقول أنها تنتهك. من ثم أيضا دعني أتجرأ لأقول لك أن كل المعارضين الذين تعالوا على السوري العادي الذي قام بالثورة بمشاريع أيديولوجية زائفة تنتمي إلى ما قبل 2011 أيضا قد ساهموا في انتهاك هذه السيادة. فنحن لدينا قابلية لاستجرار العدوان الإسرائيلي، فلن نلومن على إسرائيل إذا قامت بيوم من الأيام وانتهزت هذه الفرصة وقصفت بما يحقق أهدافها. نعم بطبيعة الحال نحن نتكهن بأهدافها، ولكن مهما تكن أهدافها فإنها تحيل على المصلحة التي تراها ليس للمواطن الإسرائيلي بين قوسين مواطن، وليس لمن يسكن إسرائيل بطبيعة الحال، ولكن للمشروع الإسرائيلي الأيديولوجي الإجرامي الذي يشبه المشروع الإيراني في المنطقة تماما. نعم العقيد السوريين. العقيد أحمد، يعني ما العلة التقنية والعسكرية الموجودة عندما تقوم إسرائيل بقصف نفس المكان عدة مرات ولا تستطيع المضادات الجوية التابعة للنظام بصد هذه الغارات على الأقل؟ التكنولوجية ومسألة كذلك تخص الإرادة، الإرادة السورية في التصدي للطيران الإسرائيلي. فلو كان هناك إرادة لدى هذا المحور، محور القتل والتدمير الذي يسمى ممانعة ومقاومة، لكان هناك ردود فعل باتجاه الأهداف الإسرائيلية في جولان وفي شمال فلسطين المحتلة وفي باقي المناطق، ولكن هذا النظام والمحور لا يريد أي رد على إسرائيل. أما بالنسبة لعدم التصدي للطيران، فهناك فارق تكنولوجي كبير، هناك الأسلحة الروسية التي هي عبارة عن كوردة، ورأيناها كيف تم تدميرها بواسطة الطائرات المسيرة البيرقدار وغير البيرقدار. فما يملكه النظام من أسلحة دفاع جوي، إن كان هناك أسلحة رشاشة وحتى الوصول إلى أسلحة الإس 300 أو البانستر، غير نعم. قادرة نتيجة الوجود. نعم لكن العقيد أحمد، يعني عندما يكون هذا الهدف، قلت بأنه هدف ليس بهدف عسكري، لكنه يعني أصبح وتحول لهدف عسكري، خاصة بعد أن طالته عدة مرات القصف الإسرائيلي. ألا تستطيع هذه التقنيات سواء اس 300 أن تقوم بالمحافظة على هذه الكيلومترات القليلة؟ هو قبل الثورة تم زرع عدد من منظومة الاس 300، وقالوا بأن مدينة دمشق هي مدينة محرمة على الطيران أو حظر طيران إسرائيلي فوق دمشق، ولكن أثبت بأن هذه الصواريخ غير قادرة على حماية المدينة أو من الطيران أو من الصواريخ الإسرائيلية، لأن كما قلت هناك فارق تكنولوجي. إسرائيل لديها حرب إلكترونية متطورة، ولديها كذلك طائرات تستطيع شل أجهزة الرادار من خلال توجيه الضربات من صواريخ هارم وشرايك إلى أجهزة الرادار، وكذلك التشويش الإيجابي والسلبي كذلك الذي تستخدمه وتبرع باستخدامه إسرائيل في إعماء شاشات الرادار، ومن ثم عدم يعني توجيه الصواريخ باتجاه الأهداف الحقيقية. يعني تقوم إسرائيل أولا باختراع يعني أهداف كاذبة يتم توجيه الصواريخ عليها، لذلك نرى بأن هناك يعني سيل من الصواريخ يتم قصفها باتجاهات مختلفة، ولا تقوم بإصابة الهدف بالشكل الدقيق والصحيح. نعم دكتور مضر، لماذا يعني تقوم إيران بإرسال هذه المنظومات والصواريخ بنفس الطرق، وطالما أنها تتعرض دائما للقصف؟ أنا بتقديري ما يتعرض إلى القصف هو أقل بكثير مما يصل، وبطبيعة الحال يعني لا أدري أنا بالمعنى العسكري كيف يتم فهم هذه المسائل، ولكن أعتقد أن إيران لديها ما يكفي من مخزون السلاح لكي تضمن أن يستمر مشروعها الذي بدأ به سليماني، والتي تضمن بطبيعة الحال أن يتم تخريب سوريا كما تم تخريب لبنان. وطبعا من وجهة نظرها هذا هو المشروع الإيراني الإسرائيلي
المشترك الذي يجد الآن حقيقة مقاومة غير متوقعة حصلت في سوريا بعد 2011، التي يمكن أن ترقى لدرجة أن نقول أنها صحوة ديمقراطية نحو الكرامة والحرية لم يكن يتوقعها الإيرانيون. الآن السلاح بالنسبة للإيران يصب حقيقة في خدمة هذا المشروع تحديدا، وهو قمع السوريين. وأنا بتقديري أن إيران قد نجحت ولم تمنعها إسرائيل بطبيعة الحال من ضخ ما يكفي من الأسلحة لكي تقتل السوريين ولكي تشردهم ولكي تصنع منهم مشاريع لاجئين أو مشاريع شهداء بطبيعة الحال. الآن الحل حقيقة هو أن يتنبه السوري العادي صاحب هذا المشروع الذي يدعو إلى التفاؤل في هذه المنطقة، والذي ربما يكون منقذا ليس لسوريا فحسب بل للمنطقة برمتها. وأنا لا أبالغ إذا قلت لك أنه ربما يكون مدخلا لنظرية جديدة في العلوم السياسية. يعني اليوم المنطقة تعيش، يعني ثمة مصطلح بالعلاقات الدولية يسمى الدوميستيك أنالوجي أو المماثلة المحلية، بأنه والله كل دولة تنظر إلى العلاقات الدولية انطلاقا من وضعها المحلي. فإسرائيل وضعها القومي تنظر إلى العلاقات الدولية كما تنظر روسيا وإيران إلى أن العلاقات الدولية هي عبارة عن بلطجة، وأن ما تستخدمه بحق شعبها من قمع، من إذلال، من تمييز عنصري، من نظام أبرتايد، تستطيع أن تسرح وتمرح على مستوى العلاقات الإقليمية والدولية. الآن هذا المصطلح أيضا ينطبق محليا في سوريا، فنقول أن المماثلة العصبوية الآن يجب أن تواجه بها هذه الدول. ما أقصد بالمماثلة العصبوية أنه أن تكون سوريا حقيقة دولة عمومية وليس أن تكون مثلا. نعم، باختصار دكتور مدر، لم يتبقى بأقل من نصف دقيقة، تفضل. نعم، بهذا المعنى أنا أردت أن أقول أن ما أن تؤمم السياسة بسوريا وأن يمثل السوريين فعلا بمشروع حقيقي ليس مشروع المعارضة التي أصبحت تشبه النظام بالمعنى السياسي وليس بالمعنى الأخلاقي، هو الشرط الرئيسي لمواجهة هذا الجهل وهذا التخلف الذي يحيط بنا. نعم. بهذا المعنى لا يمكن درء شر إيران أو إسرائيل أو أي دولة يمكن فعلا أن تنال من مشروع السوريين الديمقراطي وما فيهن النظام السوري أيضا من دون تحقيق هذا التأميم السياسي. أشكرك. التي يجب أن تعود إلى السوريين. أشكرك الدكتور مضر الدبس، باحث وكاتب سوري، كنت معي من الدوحة. كما أشكر ضيفي العقيد أحمد الحمادة، المحلل العسكري والاستراتيجي، كان معي من إسطنبول. والشكر الموصول لكم سادتي المشاهدين على طيب المتابعة. هذه تحياتي أنا عبادة حيدري، إلى اللقاء.